انا مواطن مغربي، يعني عندي هويه مغربيه، انا مغربي بحالي بحال هاد الناس، عندي حق. مثلا انا ندور ما ندويش على بزاف ديال الحقوق، ندور الحق اللي تهضم لينا هو حق السكن. صيفتي انا ووالديا وهاد الناس كون ما كناش مضرورين ما غنباتوش في الزنقه. ريبتي انا براكه غنمشي نكري، ريبتي هي البراكه خصني نمشي نكري، وكون ما كناش مضرور ما غنباتش في الزنقه. من بعد هادشي من بعد البراكه ما تجيش ترعبني انت، ريبتي يا براكه رعبتيني في حياتي في المستقبل ديالي، شحال من حاجه شحال من حاجه دمرتيها ليا وزيد تكمل ترعبني تجي مع الربعه الصباح باش تريب لي عشام بلي بالعود والبلاستيك. ومن بعد هادشي تكرفصنا حتى شحال من حاجه، هادشي معاناه ربي العالم بها، واخا يعني تعاش ولا تحكى ما قدرنا نعيشها وما غنحكيهاش وما نقدرش نوصلها لكم. ولكن الميساج اللي بغيت نوصل للمسؤول الكبير ولجلاله الملك، يعني واش هاد الشعب اللي هو جدوده ووالديه حاربوا الاستعمار وداروا المستحيل لقبل هاد البلاد يتهان بهاد الطريقه، حشومه وعيب وعار. ولي كنوصل الاعوان ديال السلطه اللي داروا فينا غزاوه غزاوه، يعني ابر 4 الصباح ولا ابر متساو تعدوا علينا. الناس اللي عندها الفلوس باش تشري وعندها ديور ديالها استفدت هي الاولى، وخات استفاده وخات دعم. ومن طرق لهذا الموضوع ديال الدعم، الدعم كنعرفوا الدعم محشومه كاع تدريبيه بالراكه وما عنديش باش نذكر، واش عطاني 800 درهم راه عيب حتى التعويذة، صعيبه حتى التعويذة، خايبه حتى التعويذة 800 درهم. بغينا نعرفوا الا كانت شي حاجه قانونيه وشي دعم كما كنسمعوا بان كاين 30000 درهم حتى 40000 درهم، نعرفوا داك الشيء. وبغينا المسؤولين الكبار يدخلوا. هذا العام كنت يعني بسبب هاد الناس ضاع لي عام كنت ندفع الباك ليبر، يعني بسبب شي وثائق وشي حاجه ما وتا الراس ما بقاش عندك اللي غتجبد الكتوبه وغادا تحفظ وغادا تبريباري، يعني صافي. يعني واحد العام ضاع وضاعت معاه 3 سنين اخرى، يعني ما دوش ولا مشيت دفعت الدوسي وما دوشتش راه 3 سنين اخرى ضاعت، يعني حياتنا ضاعت ووالدينا تشردوا. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل.